يقود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي، يقود كتيبة فرسان الملكي الفريق الملكي للقدرة في سباق مهرجان رويال وينزر البريطاني للفروسية الذي ينطلق صباح يوم غد الجمعة في حديقة قلعة وينزر التاريخية، وذلك في الظهور السادس للفريق الملكي للقدرة في السباق. وبهذه المناسبة أكد سموه على أن العلاقات بين البحرين وبريطانيا هي علاقات متينة ومتميزة في كافة النواحي، مشيرا إلى أن من أهم الجوانب التي جمعت حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا هي حب الخيل. ومن هذا المنطلق حرصت مملكة البحرين على تأسيس سباقات القدرة في مهرجان رويال وينزر الذي يعتبر من المهرجانات العالمية الهامة. وأضاف سموه أن الفريق الملكي يحرص في كل موسم على البحث عن السباقات التي تقام في أوروبا للمشاركة فيها وتحقيق أفضل النتائج، والمشاركة في هذا السباق تأتي لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها فرسان الفريق سابقا التي أكدت التطور الكبير لرياضة القدرة في المملكة. وأكد سموه ثقته الكبيرة في فرسان الفريق الملكي للقدرة وترجمة خبرتهم وطموحاتهم نحو الأفضل في سباق مهرجان رويال وينزر للفروسية، خاصة بعد نتائجه الأخيرة في سباق العام الماضي. هذا وقاد سموه الفريق الملكي للقدرة في تدريبه الأخير، وحضر سموه إجراءات الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق. نشوف تدريبات الخيل الأخيرة، تقريبا ما في تدريب أصلا يزيد أو ينقص من الخيل، هي بس مواصلة تشغيل الخيل ونحافظ على عضلهم وصحتهم. الآن كنت مصر على معرفة النتائج طول العمر، هل النتائج كانت طيبة بالنسبة لكم؟ هذه القراية اليومية، يوميا نقرأ فحص الدم، الحمد لله عندنا بعض الأشياء البسيطة اللي نعدلها في دم الخيل، رأسين وثلاثة يحتاجون تعديل، الباقيين الحمد لله في السليم. شلون عن مشاركتك في هالبطولة ذي؟ الله يوفق. كل ما سألنا ناس قالوا والله الترشيح صوبك، يعني ما ندري هالضغوطات هذه من وين جاية، لكن حتى سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه من شهرين يقول أنا مرشحك أنت، فيا نحقق الفوز يا الناس تحترم ترشيح الشيخ محمد ويخلونا نفوز.